أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقرآننا وكل طاعتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالسمع المثاني والقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: يا عبد الله تعالى، هذا كتاب الله قد شفع فيك فكن من أهل الجنة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب اغفر وارحم وجود وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم، وأنت تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتقبل وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.